ولمناقشة تطورات الملف الليبي ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس المحلل السياسي الليبي جمال عبد المطلب. أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال. بداية، البحرية الليبية قالت إنها لن تسمح مجددا بعمل المنظمات الدولية الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل البلاد. يا ترى ما أسباب هذه الخطوة، وهل فعلا ستحد من موجة المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا؟ أهلا وسهلا أستاذي الكريم، حياك الله، أحييك وأحيي قناة الرافدين ومشاهديها الكرام. حقيقة هذا الإجراء جاء لم في وليد اللحظة، ولكنه جاء مثل ما أشار العقيد قاسم المسؤول الناطق باسم البحرية الليبية، وهو الخبير في هذا الشأن ومسؤول ويمثل حكومة الوفاق، جاء بعد شكاوى واحتجاجات من قبل حكومة الوفاق وجهتها للأوروبيين بشكل عام والطليان بشكل خاص، لأن هناك اتفاقيات في هذا الخصوص بمسألة إنقاذ الناس وقصة الهجرة الغير الشرعية، يعني تقوم بها دول ومؤسسات وليس مؤسسات مجتمع مدني مشكوك في أمرها. يعني صار خوف من مسألة المتاجرة، عصابات تتاجر في البشر تأتي للمياه الإقليمية الليبية وتفتح شهية المهاجرين الغير شرعيين وتعرض حياتهم للخطر وأطفالهم ونسائهم، مما يسبب في تشويه سمعة ليبيا. ليبيا مش محتاجة في هذا الضرب، يعني بناء على ما ذكر العقيد وبناء على المعلومات المتوفره لديه اتخذ هذا الاجراء، وان كان في ظاهره وتناقلته وكالات الانباء وفي ظاهره اجراء فيه شيء من القسوه واجراء غير انساني، ولكنه اجراء في النهايه هو يخدم الجميع. طيب كيف سيتم تنفيذ قرار البحرية الليبية على أرض الواقع، لا سيما أنه جاء بعد ساعات معدودة من سماح مجلس الأمن الدولي لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش سفن قريبة من السواحل الليبية بغرض مكافحة الهجرة غير الشرعية أو مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة على تلك السفن؟ نعم، هو هذه كلمات وحق يراد بها باطل. نعم، ظاهر الأمر هذا القرار ظاهر الأمر من أجل الهجرة غير الشرعية، ولكن لا، هو المستهدف به حكومة الوفاق لأنها في الفترة الأخيرة جاءت بأسلحة لكي تدافع عن العاصمة وعن المدنيين من الغزو ومن الأسلحة التي من الجسور الجوية التي تأتي من الإمارات ومن السعودية ومن مصر ومن دول أخرى ومن فرنسا لقوات حفتر وميليشيات حفتر. وبالتالي حركت فرنسا بما لها من ثقل والإماراتيين والسعوديين بما لها من ثقل مالي ورشاة تدفع من تحت الطاولة لكي يوقفوا دعم حكومة الوفاق. حكومة الوفاق حكومة معترف بها ولم تستورد أسلحة، لكن ألا تجد سيد العزيز إذا كانت هذه السفن تهرب أسلحة إلى مقاتلي حفتر، ألا تجد أن قرار الاتحاد الأوروبي بتفتيش هذه السفن والبحث عن مهاجرين غير شرعيين أو أسلحة تهرب إلى ليبيا بطريقة غير شرعية تخدم حكومة الوفاق الوطني؟ لا يا سيدي، لأن حكومة لأن ميليشيات حفتر حدودها واحدة من الدول الداعية لها بقوة حكومة السيسي، تأتيها القوات عن طريق البر، تأتي أفطار جوا جسر جوي من الإمارات ومن دول أخرى، جزء منها يأتي للمناطق اللي مسيطر عليها حفتر في الجنوب وفي المنطقة الغربية ويعني يحط وينزل أسلحته وذخيرته، وجزء ينزل في مصر قواعد المدن المتاخمة لليبيا ويأتي عن طريق البر في شاحنات ليبيا، وبالتالي لا يأتي من البحر بالنسبة لقوات حفتر إلا القليل، لكن المتضرر هو حكومة الوفاق التي تدافع عن مدنية الدولة، عن النساء، عن العاصمة، عن الشرعية. وبالتالي المسألة معقدة ولها جانبان، جانب ظاهر وجانب باطن. نعم سيدي، السؤال الأهم هنا، إذا كانت هذه السفن تحمل أسلحة وهي تأتي إلى حكومة الوفاق الوطني، وحكومة الوفاق الوطني حكومة معترف بها دوليا، إذا لماذا حكومة الوفاق تهرب الأسلحة بطرق غير مشروعة ولا تستورد السلاح
علنا حالها حال اي حكومه واي دوله. لا تهرب حكومه الوفاق، انا لم اقل انها تهرب، ولكنني قلت ان هذا القرار مستهدف به حكومه الوفاق التي تحقق نوع من التوازن الاستراتيجي في الاسلحه بعد ان تم الاعتداء على العاصمه وقوات حفتر مدعومه من مجموعه دول. ولكنني اقول لك بان ليبيا ما زالت بما فيها حكومه الوفاق المعترف بها دوليا واقعه تحت البند السابع وممنوع عليها جميعا استيراد السلاح. نعم سيدي. نعم، من العاصمه الليبيه طرابلس كان معنا المحلل السياسي الليبي جمال عبد المطلب، شكرا لانضمامك الينا.